مشاهدينا الكرام، معنا في هذه اللحظات المحتفى به في هذه الأمسية الكابتن تركي بن فريج السلمي. أولا نرحب بك عبر شبكة النجوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر كل من حضر، كل من جاء احتفى بهذه الأمسية وساعدني وشرفني في المناورة هذه في الكرنفال الجميل اللي يسعدوني الصراحة، ما قصروا الشباب، صح أنها مفاجأة لكن والله من أجمل المفاجآت، وأشكرهم من كل قلبي الصراحة. هل تؤيد إقامة مثل هذه المناورات والمبادرات؟ أكيد أكيد، هذه فيها حوافز كثير، فيها إيجابيات، فيها تدخلات زي هذه حلوة، مش أقول لك كل شيء حلو اليوم هذا، كل ما فيه حلو. حاب تشكر مين في هذه المناورة؟ أول شيء حاب أشكر كل من جاء وساهم في نجاح هذا الحفل. الشيء الثاني حاب أشكر كل من حضر وشرفني، والله أنه شرف لي. والشيء الأخير حاب أشكركم أنتم سبقة النجوم، هذه مواقفكم ما يحتاج، دائما ناجحين وما قصرتوا، شكرا لكم. طيب السؤال الأخير، ماذا بعد التخرج؟ بإذن الله هذا شيء بيد الله، لكن حنا نسعى إن شاء الله، هذا بيد ربي، واللي كاتب ربي بإذن الله رضيب وما يحتاج. أكيد الطموح الواحد يبغى تدريس، وده الواحد يقول لك ماجستير، بس ما بلا الحيلة، اللي يجي من الله حياه الله، هذا النهاية. الله يسلمك، ما قصرت، شكرا لك.